عيطوا لكنزه بنتي قالوا لها راه امين تعصب وماراثون الطوموبيل راه في السبيطار حسن الثاني. رغم تشريح طبي، رغم الاوديوات، رغم الفيديو ديال ولدي، رغم الخبره بانه ما شاربش، تحكم بان راه الولد شارب. ولد ميت موت بالماضي. انا ام شريف امين كما كيعرفوني الناس خارج المغرب وداخل المغرب، الله يرحمه اللي مات مقتول على يد الاصحاب ديالو في مدينه اكادير. دابا عام وست شهور. كيفاش وقع عليه بالضبط؟ لا شهر جوج نكملوا عامين، قريب يكمل عامين. كيفاش وقع عليه بالضبط حادثه؟ ماشي هما داروا حادثه، لكن ولدي انا ضرب العصا ديال البيسبول لراسو، يعني تشريح طبي تيقول بان راه مضروب، اداه رده، خدوش في الجسم اثناء مشجره محتمله، جر الجسد. الخبره ديال الطبيب كتقول بانه ما شارب ما مخدر ما حتى حاجه. الاوديوات المسربه اللي كلشي خوتي المغاربه شافوها خارج المغرب وداخل المغرب، كاين الفيرسيون نقولوا طاح نقز انت مالكش، وبابا راه تكلم مع الوكيل، يعني داكشي كاين في مواقع التواصل. ولدي كيخرخر هو تيموت، كاينين في مواقع التواصل انهم داروا ليه فيديو هو تيموت، داكشي كاين. ديري خرخره الموت غادي يطلع لك فيديو ديال ولدي الله يرحمه كيموت. المكالمات واش كانوا جالسين زعما مجموعه؟ خرجت عشاء، خرجت عشاء مع صحابو، تعشى مع صحابو. وفي داك الليله اللي نقول مشؤومه كتعيط لاختو، كتعيط لاختو، واحد كيجي من 12 الوحده د الليل ما بقاش كيجاوب، وحده كواحد كيديها راه كلشي عارفين هاد الاول، كلشي عارفه، واحد كيدوزها لاخر حتى للربعه وشي حاجه ما لقاو ما يديروا. عيطوا لكنزه بنتي قالوا لها راه امين تعصب وماراثون الطوموبيل راه في السبيطار حسن الثاني. ما عيطوا لا للبوليس ما عيطوا لومبيلونس، داو هكاك. والولد دخلوه موت دماغي، الولد واكلها في راسو موت دماغي، الولد ميت موت دماغي واكله. هما مات ضروريات لحم الطوموبيل ماشي حادثه ولا هما قالوا هذيك القصه ديالهم روايتهم كما دايرين روايات في المحاضر. كل حاجه يعني ما كل واحد كيلغي بالغا من فوالا. وللاسف الحكم الابتدائي ما كان ظالم بالنسبه لي انا، قتلوني مره اخرى وقتلوا ولدي. ما بالبراءه رغم تشريح طبي، رغم الاوديوات، رغم الفيديو ديال ولدي، رغم الخبره بانه ما شاربش، تحكم بان راه الولد شارب. الحكم ديال التعليل ديال القاضي وحيث انه كان في حاله سكر طافح ورمى نفسه من باب السياره. وهذه الوثيقه اللي عندي انا ديال الاطباء الشرعيين خالي من الكحول والمخدرات، اش غندير بها؟ انا عندي وثائق علميه ديال الاطباء، ماشي انا كنقولها من راسي. وحيث انا وكان في حاله سكر طافح ورمى نفسه، واحد حكموا عليه المتهمه والمتهم الرئيسي حكموا عليهم بست شهور. الولد كل شيء هذا الشيء داز خمس شهور وقضي التحقيق عند البوليس، التحقيق عند قاضي التحقيق، غرفه الجنايات ثلاثه الجلسات اللي كانت خمس شهور و 15 يوم تحكم بحال واش كاينه شي قضيه شي جريمه قتل كيكون فيها البحث ديجا عند البوليس كيبقى عام. انا هادشي اللي في علمي ماشي ست شهور اكثر يعني. ورغم كاينين الادله، يعني كاينين الاوديوات، كاينين تناقضات، التضارب في الاقوال، كاين بزاف د الحوايج، كاين خبره انا شخص سادس هز ولدي ومعمر تذكر كاينه في الخبره الهواتف واحد هز ولدي في شي فيلا. جيبوا لي هذاك. انتم المحامي ديالكم شنو كيقول في هذه القضيه؟ ومحاميين دازوا، المحامي الاول والثاني، دابا معايا جوج اساتذه الله يكثر خيرهم، حطوا المذكره ديالهم، شايفين كل شيء. قضيه ولدي واضحه وضوح الشمس، ما محتاجاش كل شيء، حقيقه باينه. شي دري صغير اللي سولتيه في اكادير يقول لك امين مات مقتول، سمع غير الاوديوات ديال هذوك ديال راه بابا تكلم، بابا تكلم مع الوكيل وقال لي الوراق، قال لي ذاك البوليسي خدمني ذاك، قال لي واخا راه بابا يقاد كل شيء. كاين فيرسيون نقولوا طاح نقز انت مالكش. انا وليت حافظه هذا الكلام، مرت الفيديو ديال ولدي وهو كيموت
ما بقيتيش قادره تشوفي؟ لا كنشوفو هو اللي كيعطيني القوه، نكذب عليك، وليت كنشوفو يوميا. انا مرت وليت كنتألم، وليت كنشوفو باش ربي يعطيني الصبر والقوه ونكمل هاد الطريق باش ناخذ حق ولدي. انا ما تنصفش ابتدائيا، وحنا دابا في المرحله الاستئنافيه، دابا عام وشهرين في المرحله الاستئنافيه ما كيجيوش. جا واحد، جا الثاني، ثلاثه ما كيجيوش. اضطريت انا اللي كندير لهم، كنبعث عون قضائي ما فيها بس عاوننا مع المحكمه، المتهم الرئيسي. جاو هذوك الجوج اخرين، يعني ولاو كيجيو اربعه، المتهم الرئيسي ما كاينش، دارت في حقه المسطره الغيابيه لان ما كاينش. والديه كاينين، كادير صغيره يعني كيشوفوه، لكن هو ما كاينش. دارت في حقه المسطره الغيابيه اللي بحال روشيرشي، دارت في الجرائد ومذكره بحث، ما كاينش. دابا الجلسات اللي ولاو كل واحد كل شهر، انا اللي مريضه وكنت موت وكندخل لوبيطال في فرنسا ومتبعه الادويه وعايشه غير بالادويه وواقفه غير بالادويه. الشكوى الله ما كانش، كيما كنطلب حد ما كانش كيحد، غير تنوصل للناس الالام ديالي فين وصلت. كنجي كل شهر كنمشي للطبيب، وكنجي من فرنسا، ماشي راه ماشي كازا ولا اكادير، وكنجي باش نحضر الجلسه. كنحترم ولدي، انا وقف على حق ولدي تناخذه، ملي كنقول الحق راه هو العداله والانصاف. هما ما كيجيوش، كل شهر كيحطوا شهاده طبيه، كل مره واحد، مره وعكه صحيه المتهمه، مره وعكه صحيه لفلان. اخر جلسه كانت نهار واحد في شهر 11 هذا الاسبوع اللي فات، على اساس صافي الاستاذ ديالنا حط المذكره صافي بان غادي تناقش. نساليو هاد الفيلم بالعربيه، هاد الفيلم، هاد المسلسل، هاد المسلسل، لان باش نرتاح، باش يرتاح قلبي. انا ما مرتاحاش. بغيتي تاخذي حق ولدك؟ بغيت ناخذ حق ولدي. الا بغينا نقولوا ولدك مات بسبب ولاد الفشوش. ولاد الفشوش راه تشوف غير كالنظارات والكشوفان كي كيشوفوا فيا في المحكمه ديالي، راه ماشي ديال قاتل وحاشم، راه كيدير فيك ما مش سيف، راه كاينين هادو ثلاثه منهم راه ما تشدوش تنهار. هادوك اللي داير ولدي فيديو، صور ولدي فيديو وتيقول له كاين فيرسيون وكيتفق معاه، راه ما تشدش تنهار، لا بالتشهير لا عدم التبليغ لا بتا حاجه، راه كيدير فيها بحال ما قاتلينش. هادي سميتها الدسارة، خصو يتربى وياخد باش ناخذ حقي. انا ماشي، انا ما عندي تاع دواء معاهم. انا اللي بينو يقتلوا لي ولدي، ولدي ماشي حشره. انا ضيعوني في ولدي 22 سنه، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله. يعني انا كنطالب حاجه وحده، كنتمنى من هاد الهيئه المقاره المحترمه تنصفني وتاخذ لي حق وليدي. لا شيء غير ناخذ حق ولدي. اخر حاجه قال السيد الرئيس في الجلسه اللي كانت نهار واحد في شهر 11، قال بان اخر مهله، لان عيقوا بالعربيه، عيقوا عام وشهرين وانا كنمشي ونجي، كتكون الجلسه وكنوقفوا وكنخرجوا. قال لهم اخر الغيابات وشواهد طبيه في الاول ما كيجيو كاع، حتى صيفط لهم من بعد 4 شهور عاد وليت صيفط لهم اللي كانوا كيجيو. المتهم الرئيسي ما كاينش. بغيت غير الانصاف، بغيت غير الحق، الانصاف. الانصاف شنو هو؟ يتجازاو كيما قتلوا وليدي. ولدي ماشي حشره، بغيت ناخذ حق ولدي باش يبرد قلبي، باش امين يرتاح في قبره، باش بنتي ترتاح. حنا ما مرتاحين، ما نكذبش عليك، حنا ما مرتاحينش. ما يغركش واقفه كنهضر، حنا ما مرتاحينش، حنا ما مرتاحينش. ربي معاك والله، الله يصبرك. والجلسه الثانيه اللي بغيت نقول للناس راه نهار 13 في شهر 12 اللي غيتم ان شاء الله. آخر قال لهم السيد الرئيس، قال لهم اخر مهله عندكم، اخر مهله هي نهار 13 في شهر 12 غيتم النقاش. صافي هذا هو الجديد. ونتمنوا ان شاء الله، وان شاء الله غنوافيكم الا ما لقيتش اللي صور معايا في اكادير، لان ديما كنتواصل مع صحافه ما كيجيوش. الله اعلم علاش، كنشكرهم واخا ما كنعرفهمش. الظروف ربما ولا ما يقولوش ليا هي، واخا مادام حنا نجيو يخليوني ماشي مشكل. تواصلت معاهم وما جا حتى واحد، وكنضطر نجي لكازا. الله يكثر خيركم وكنشكركم بزاف. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.